My last trip to Amsterdam. This was it. آخر رحلة النهاردة ليا لأمستردام في زيارتي. مشروع فيتسنس تالن، موقف الدراجات الهوائية تحت الأرض في أمستردام هولندا. تعالوا بقى أخدكم على الأندرجراوند لايت باركينج. ظهرت فكرة وجود موقف للدراجات الهوائية تحت الأرض في أمستردام كنوع من تشجيع ثقافة ركوب الدراجات في المدينة والحاجة إلى تخزين الدراجات بطريقة آمنة وفعالة. من فترة طويلة طبعاً أمستردام وهولندا بشكل عام مشهورة باستخدام الدراجات الهوائية. دي ناس بتاخد العجل بتاعها اللي كانت ركناه، حيث أن جزء كبير من سكان المدينة بيستخدموا الدراجات الهوائية كوسيلة نقل رئيسية. أنا كده لايف تحت الأرض، تحت المية، تحت الترين ستيشن، تحت الجزء الخاص بأمستردام سنترال كله. الترقيم، الحقيقة في فيتسنس تالن في أكتر من 12500 مكان لوقوف الدراجات، وهو متكون من 3 طوابق ومساحته 11500 متر مربع. المكان مراقب بالكامل بواسطة كاميرات مراقبة مغلقة لتعزيز الأمان والحد من السرقة. فيتسنس تالن أخذ سنين من التخطيط والبناء، وتم افتتاحه في أغسطس 2019 بعد 4 سنين من التخطيط والبناء. تقدر تكلفة إنشاؤه 40 مليون يورو. استلهمت فكرة مواقف الدراجات الهوائية تحت الأرض من التزام المدينة بالتنمية الحضرية المستدامة ورغبتها في خلق بيئة صديقة للدراجات من خلال استغلال المساحة الفاضية تحت محطة القطار المركزية. كونه أنه بيوفر مساحات لوقوف أكتر من 12500 دراجة هوائية، فده بيخليه أكبر مكان لوقوف الدراجات الهوائية تحت الأرض في العالم. التصميم مريح جدا وفي ممرات واسعة ومضاءة بشكل جيد علشان مستخدمي الدراجات الهوائية يقدروا يستخدموها بسهولة. الفيتسنس تالن أصبح رمز معروف في أمستردام وفي النقل المستدام في المدينة، بيجذب زوار من جميع أنحاء العالم اللي عايزين يشوفوا ثقافة ركوب الدراجات في المدينة. ودي كانت تجربتي في زيارة الفيتسنس تالن اللي حبيت أشاركها معاكم. سلام.